سيدي خالد المشيشي الادريسي الحسني، لا زباين ولا ما شاء الله مستمعين، واليوم ما ندري درس عن مين. لا انتو ما شاء الله في لك حضور ناس. اي والله صلوا على الحبيب. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله شهادة من صميم قلبي بوحدانية الملك الحق المبين. صلوا على الحبيب. وأشهد أن الذي أرسله الله نعمة ومنة ورحمة وهدية وبينة وتبيانا. هلا هلا سيدي، وين التأخير؟ الله في خلق الله. استغفر الله. هلا سيدي ناط درويش. وأشهد أن الذي أرسله الله نعمة ومنة ورحمة وهدية وبينة. هلا سيدي قد لا انت داخل هناك عند سحلول. سيد سيد ما يصير عند سحلول، عند سحلول رفع هناك في مكان قاضي. وأشهد أن الذي أرسله الله نعمة ومنة ورحمة. اللهم صل عليه. صلوا على الحبيب. رسول الله في خلق الله، لولا جمالك بالجلال ملسم لكان جميع الخلق فيك تتيم. الله أكبر. بهي جميل الوجه بدر متمم، صباح رشاد للضلالة مذهب. يا نقطة الباء يا مفتاح أنت، ويا خير الأنام ويا من لا شبيه له. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على أهله وعلى آل بيته وأصحابه والتابعين والحاضرين جميعا. اللهم آمين آمين. قام هذا الدين وأسس على المحبة. أيوة. واجتمعنا جميعا على محبة الله ورسوله لمشايخنا الكرام، اللهم يجزيهم خير عنا إن شاء الله. فبذرة هذا الدين المحبة، لذلك قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: لن يكتمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ومن ولده ومن نفسه التي بين جنبيه. قال والسبب في ذلك: إذا اكتملت المحبة حسن الاتباع. أيوة. إذا اكتملت المحبة حسن الاتباع. ولذلك شفناها في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أيوة. يتحقق في المعنى ده. قال رسول الله: ما سبقكم أبي بكر بكثرة صلاة ولا صوم ولكن بشيء وقر في قلبه. أيوة. قال لما تكلموا عن الشيء اللي وقر في قلب سيدنا أبو بكر: محبة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فنال ما نال من هذه الدرجة الرفيعة والمقام المحمود بسبب محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك نظر لي الحبيب قال له: يا أبا بكر، هل تحب من الدنيا شيء؟ الدنيا اللي احنا فيها مال وغيره وغيره، هل تحب من الدنيا شيء؟ قال: نعم يا رسول الله، أحب من أجلك سلاس للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أخبرنا بها، احنا نسمع والناس تسمع، أخبرنا بها. قال له: النظرة إليك. أيوة. وأفضل نظرة النظرة للحبيب. الله يعجل بها أخواننا جميعا يا رب ببركة هذا المجلس وأصحابه. ربنا يعجل بالنظرة للحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: ونظرة من رسول الله تلحقني بالواصلين وإن أمشي على مهلي. اللهم عجل بها يا رب. آمين. قال له: النظرة إليك والجلوس بين يديك. أيوة. وإنفاق مالي عليك. فنال ما نال بسبب المحبة. وقال شيخنا سيدنا أبو الحسن الشاغل رضي الله عنه وأرضاه: اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. السيئات مش الحسنات. ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. فالإحسان لا ينفع مع البغض منك، والإساءة لا تضر مع الحب فيك. قالوا العوام كذا، قال: اللي يحب حد يبلع له الظلم، واللي يكره حد الله يعافينا جميعا قال يتمنى له الغلب. فلذلك قال شيخنا كده: اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغض. فالإحسان لا ينفع مع البغض منك، والإساءة لا تضر مع الحب فيك. وشفناها عيانا بيانا والقرآن خلدها. فرعون في إبليس عليه لعنة الله، سيدنا آدم عليه السلام الله، والفرق واضح. ده ملعون رغم أنه قيل في حقه أنه ما فيش موضع في السماء إلا وسجد لله في سجدة. إبليس فيش موضع في السماء إلا هو سجد لله سجدة، ويقال إنه كان يسمى طاووس الملائكة، لكن أصبح مذموم مدحور ملعون. وسيدنا آدم عليه السلام نقول عليه السلام سيدنا وحبيبه، سبحان الله، أقبل على الله بذنوبه، ما عملش شيء بس أخطأ، لكن راح لله سبحانه وتعالى مقصر مذنب مقر بذنوبه.
فسبحان الله ربنا قبله وفتح له باب التلقي، وفتح له باب التلقي زي ما قال سيدنا أحمد بن عطاء: إلا نفعنا الله به وبعلومه اللهم آمين. رب معصية أورست ذلا وانكسارا خير من طاعة أورست عزا واستكبارا. ولأن تصاحب جاهل لا يرضى عن نفسه، جاهل لا يرضى عن نفسه، خير من أن تصاحب عالم يرضى عن نفسه. فأي علم اللي عالم يرضاه عن نفسه، وأي جهل اللي جاهل يرضاه عن نفسه. سيدنا أحمد الرفاعي يخلد هذا القول وقال في حكمه، قال: رب علم أورس جهل، رب علم أورس جهل، ورب جهل أورس علم. ولئن تصاحب جاهل لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصاحب عالم يرضى عن نفسه. فأي علم اللي عالم يرضاه عن نفسه، وأي جهل اللي جاهل يرضاه عن نفسه. فبذرة هذا الدين هي المحبة. ويقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل مدمنا للخمر، والخمر معروفة عند جميع السادة العلماء إن هي أم الخبائث وأم الكبائر، معروفة يعني بالإجماع. وكان يعتاد إن هم يعني كثير ما يأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه شوية ويأنبه شوية ويقيموا عليه الحد. وذات مرة كان في رجل من الحاضرين وأتوا بالرجل السكير، فقال له: يعني لعنك الله، كثيرا ما يؤتى بك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وجهه أحمر، قال: لا تنعلوه، والله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله. فإذا جاء الحبيب بذنب جاءت محاسنه بألف شفيع، بس يبقى في محبة. فعنوان هذا الدين وبذرة هذا الدين وأساس هذا الدين المحبة. لذلك لما جاء الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قال له: متى الساعة؟ قال له: ويحك، ما عدت لا، أنت جيت تسأل على آخر حاجة، اسأل على صلاة، على صوم، على ذكاء، على حج، على 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 آخر حاجة جيت تسأل عليها الساعة. قال له: والله يا رسول الله ما عدت لها من كثير، ولكن النبي قال له: أيوة، ولكن إيه؟ قال له: حب الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخواطر صلى الله على حضرته، قال له: أنت مع من أحببت. سيدنا أنس يقول: والله مفرحنا لغب الحديث ده، أنت مع من أحببت. فالحمد لله أحببناكم، والله يرفع قبركم إن شاء الله، وصاحب هذا المجلس الله يجمعنا معاه بالخير على قلب سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وله وللحاضرين ولحضرة الحبيب المصطفى. الفاتحة. فاتحة سيدي خالد الدريسي من شيشي الحسني، قدس الله سبحانه.